أقيم بمدينة المكلا حفل تخرج الدفعة 21 من قسم الهندسة البترولية بكلية الهندسة بجامعة حضرموت، والتي أطلقوا عليها دفعة الكفاح. وسط أجواء فرائحية أقيم بمدينة المكلا حفل تخريج الدفعة 21 من قسم الهندسة البترولية بكلية الهندسة بجامعة حضرموت، والتي أطلقوا عليها اسم دفعة الكفاح. هذه الكوكبة من الخريجين من هذا القسم سترفد العديد من المرافق الحيوية في المحافظة في حال تم الاستفادة منهم في بعض مرافق الدولة. الحفل أيضا شهد العديد من الفقرات الفنية والفرائحية والكلمات المعبرة عن هذه المناسبة. بعد أن قضوا الطلاب 5 سنوات في أروقة الجامعة، يأتي هذا اليوم للتعبير عن فرحة الطلاب بتخرجهم من الكلية. نحن اليوم نحتفل بكوكبة من خريجي جامعة حضرموت في تخصص مهم وهام جدا، وهو الهندسة البترولية. هذا التخصص الذي نعبد عليه آمالا كبيرة، ونعبد عليه أشياء كثيرة لكي يكون لهم دور بارز في هذه المحافظة المباركة إن شاء الله. نأمل من السلطة المحلية ومن الشركات النفطية أن يقوي العلاقات بشكل أقوى بتوظيف كل من يتخرج. طبعا الآن احنا الدفعة 21، معنا دفعة 22، دفعة 23، دفعة 24، إلى متى؟ وكمية البطالة في المجال الهندسة البترولية فوق ما تتصور، بس بإذن الله عندنا أمل كبير. مثل هذه الطاقات الشبابية التي تتخرج في كل عام من مختلف أقسام وكليات جامعة حضرموت تتعرض للإهمال والتهميش في الحصول على وظيفة حكومية، وتنصدم بواقع مرير في ظل الواسطة والمحسوبية التي تتعامل بها بعض المرافق الحكومية. افتتحت مؤسسة الرجاء للتنمية بمديرية الديس الشرقية أول مركز متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يضم نحو 28 طفلا وطفلة. المزيد في هذا التقرير.